بالنسبه للقرار اللي اتخذ صاحب الجلاله فهو قرار صائب في حق بوسعيد وزير الماليه، لانه اولا ماشي الرجل المناسب في المكان المناسب، ثم ذاك الجمله اللي صاف بها الشعب المغربي فهي تعتبر احتقار للشعب، وهو اش يكون هو عايش بمال الشعب والقدس ديالو كله هو من مال الشعب، لذلك خصو يدير شي حاجه من اجل الشعب ماشي يحطم الشعب. والقرار صاحب الجلاله راه في محله، قرار في محله، قرار صائب وخصو تعطل، لان وزير اللي يوصف الشعب والمواطنين بالمداويخ وبالفاظ اللي ما خصهاش تكون في نظرنا تعطل هذا الاعفاء، خاصو يكون من وراء التصريح ديالك خاصو يكون الاعفاء ديالك، وماشي هو اللي خاصو يتعفى، مازالين بزاف تاع المجرمين خاصهم يتعفى. اعتقد بانه الملك مارس الصلاحيات الدستوريه ديالو بناء على مقتضيات الفصل 47 من دستور 2011 اللي تيخول له اعفاء اي وزير طبعا باستشاره الوزير الاول. اعتقد بانه الملك مارس الصلاحيات الدستوريه ديالو بناء على خلفيات اقتصاديه واجتماعيه. انا اللي تيبان لي فيها هو انه القدره الشرائيه عند المواطن وسيرتو الطبقه المتوسطه صبحت القدره الشرائيه جد هشه، كذلك الحوار الاجتماعي مع النقابات وصل الباب المسدود، وبالتالي الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه ما تتبشرش بالخير وداك الشيء، وبالتالي اعتقد بانه قرار صائب في افق اجراء اصلاحات اقتصاديه واجتماعيه يكون المتوخى منها هو اصلاح والدفع بالقدره الشرائيه والرفع من القدره الشرائيه للمواطنين. هو قرار صائب من طرف جلاله الملك محمد السادس، وخصوصا في هذه الظرفيه اللي كيعيشها المغرب، صراحه كنحتاجوا بهذه القرارات هذو، كنحتاجوا لهم باش يمكن تحل ازمات عديده اللي كاينه في المغرب، اللي كيخصها قرارات صارمه وقرارات تكون ملموسه بحال هذا القرار هذا. وفي الاغلب ممكن نقول بانه قرار صائب، هو قرار صائب في هذه الظرفيه هذه. الراي ديالي سمتو في القضاء ديال الاعفاء بوسعيد، هو قرار بس سمتو كان خاصو يتاخذ سمتو في واحد العدد كبير من الاطر من الوزراء ومن سمتو في المغرب، حيت ماشي بوحديته هو المعني. هاد الاختلالات اللي كيشهدها المغرب ما كيشهدش سميتو في قطاع واحد معين ولا سميتو، راه قطاعات كامله، راه الشيء اللي وصل ليه المغرب وهاد التظاهرات وهاد اللضيضه اللي كيحس به المواطن راه ماشي نتيجه ديال سميتو ديال وزير واحد ولا سميتو، ولا تراكمات ديال الوزراء وسميتو. وخصك اللي بغيت توضع واحد، خصك يكون واحد يكون جذري وتبدا ويبدا الاصلاح، ماشي الاعفاء، الاعفاء راه تعفى قبل منه وزراء اخرين، وكانت النتيجه راه هي شفناها كتستفحل سمتو الوضع كغادي وكيتدهور وغادي سمتو، يعني المسائل ماشي خصنا نضربو ضماد في وجه سمتو في العيون ديال المواطن ولا باش نسكتوه غير انيا ولا سمتو، هادشي خصو يكون اصلاح، يكون سمتو تكون عندنا واحد الرغبه بعدا واحد الاراده حقيقيه وصادقه، الا كنا بغينا نتصالحوا مع ذاتنا ومع نفوسنا ومع سمتو مع الوطن بعدا هو الاول، لان حنا راه لا شعب لا مواطن ولا مسؤولين سمتو، حنا هضمنا حق الوطن. كنشوفوا سمتو المراتب اللي كيحتلها دابا المغرب في جميع المجالات وفي جميع سمتو راه ما كتبشر شي بالخير. القرار صائب، كاين مجموعه اشياء بالنسبه تتعلق بتقرير جطو، تقرير الجواري والي البنك المغرب، وتم الاعفاء ديالو حيث كان اختلالات في الميزانيه العموميه اون جينيرال. وجلالة الملك خدا قرار تاع إعفاء الوزير فبناء على القانون وله كامل الصلاحيات، والشعب المغربي الحمد لله اللي عندنا هذا الملك اللي تيراعي الأوضاع تاع المغرب، والخطاب تاع العرش راه كان واضح وكان تيبين بأنه صراحة حان الوقت المغرب أنه يمشي في المسار الصحيح، وحال الوقت انه مجموعه من الوجوه اللي خصها تغيب صراحه على الساحه السياسيه، وكاين الشباب وكاين وان شاء الله تنتوخاو الخير ان شاء الله، والمستقبل غادي يكون ان شاء الله احسن في المغرب ان شاء الله.